السلام عليكم، اسعد الله صباحكم متابعينا متابعين بوابه الاردن جوردن جيت من داخل الاردن وخارجها. اهلا وسهلا بكم. اليوم متواجدون في خربه السوق، وبالاخص ومن مكان كنيسه خربه السوق كما يظهر امامكم الان. خلينا نعرف المعلومات القيمه عن كنيسه خربه السوق مع الاستاذ محمد سعيد. اسعد الله صباحكم متابعينا متابعين قناه جوردن جيت بوابه الاردن. كما عودناكم دائما ان نطل عليكم بما هو جديد في المواقع الاثريه. نحن الان في منطقه خريبه السوق، وتحديدا الى جنوب شرق العاصمه الاردنيه عمان، وتحديدا على بعد 8 كيلو متر منها، ومن امام هذا الموقع الاثري والمسمى بكنيسه خريبه السوق، وهي تسميه بلا شك جديده، وتكمن اهميه هذا الموقع الاثري لوقوعه على طريق الملوكي الروماني، والذي يعرف باسم طريق اتراجان، والذي يتجه نحو مادبة والكرك ثم البتراء. ترجع عزيزي المشاهد هذه الكنيسة إلى العصر البيزنطي، وقد بنيت على أنقاض معبد روماني في القرن السادس الميلادي. وكما تروي حولية دائرة الأثار العامة ومن خلال اللقى الأثرية أن هذا الموقع قد ازدهر في العصر البيزنطي، ولكنه أصبح مهجورا حتى الفترة المملوكية، فقد تحول المبنى لأسطبل للخيول، وبعد ذلك تحول إلى مسكن في الفترة العثمانية. ويعد تعدد الحضارات على هذا الموقع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية. يبلغ مساحة البناء عزيزي المشاهد 50 مترا طولا و20 مترا عرضا، مما يدل على كبر هذا الموقع الأثري. من خلال تيجان الأعمدة التي ما زالت صامدة، نلاحظ أنها تحمل الطراز الأيوني، مما يدل على التأثير المعماري المباشر اليوناني على الطراز المعماري الروماني. ونلاحظ أن العوامل الطبيعية قد أثرت بشكل كبير على انهيار أجزاء كبيرة من هذا الموقع. Thank you.